رسالة تقول: هل بر الوالدين يغطي ارتكاب العبد للذنب؟ الله أكبر. دخل رجل على ابن عباس قال: أنا قتلت نفس، ماذا أفعل؟ قال: أمك حية؟ قال: نعم. قال: برها، فلا أعلم شيء يغفر الذنوب كبرك بأمك. هو قتل نفس طال عمرك، فلا تقول لي البر بالأب والأم يمحق الذنوب، فلا تقل فقط يغفر. يا أخي يا أخي، جمال الحياة الآن وانت راد من الدوام، اسمع والله نصيحة من أخ، جمال الحياة أنت الآن تسمعني وانت راد من، أن ترى أمك ترجع إليها، تقبل يدها، تجلس عندها، كأس الكرك عند أمك يسوى العالم بأسره. شوف كرك شاي، الوالدة لما تحضر لك كأس شاي وتضع السكر وكذا وتجلس أمامك وتسولف، والله العظيم تسوى الدنيا وبما فيها، أقسم بالله. لما الوالدة تراك في الظهر في وقت الظهيرة تعمل، تقوم بالدخول عليها وأنت مشتاق لها وتقبل رأسها، أمك ترى العالم، دخل عليها العالم، دخلت عليها رحمة الله ترى. فما شيء يعدل الأم ولا الأب، ثم يأتي هذا يقيد أباه بالسلاسل، يأتي آخر لا يريد أن يستلم أمه في المستشفى. لن تشعر بقيمة الأم إلا إذا دفنت. أول ليلة في قبرها للوالدة ستشعر بقيمة أمك وبقيمة أبيك. أول ليلة لما ترجع للمنزل وتفقد صوت الأم، تفقد صوت الأب، تفقد، ترى مصباح الأب، ترى نظارة الأب، ترى ثوب الأب، لكن لا ترى الأب. حينما تنظر من نافذة المنزل ترى سيارة الأب واقفة، لكن الأب في القبور. ترى سجادة صلاة للوالدة، لكن الوالدة في القبور. هنا تشعر أنك مقصر، والله تشعر أنك مقصر، تشعر أنك تريد أن ترجع الزمان للوراء بأي طريقة حتى تؤدي الذي عليك. والأدهى يمر سجل العقوق أمام عينك لما تسمع بخبر أمك لا قدر الله وبخبر أبيك، يمر سجل العقوق، وحتى وأنت تقوم بدفن أبيك يمر سجل العقوق. أنا هذا صرخت عليه، أنا رددت على أبي، كان أبي يشتهي كذا ولم أعطي، كان أبي يتمنى السفر لكذا ولم أمنح. يمر عليك سجل العقوق كاملا أمام عينيك، يمر كاملا. لماذا؟ هذا أب. فلهذا لا شيء يعدل الوالد والوالدة، لا شيء قط يعدل الوالد. فلهذا لا تظن، نصيحة أخ، لا تظن أبدا أبدا أنك لن يأتي في قلبك الندم ولو كنت بارا. شوف أنت بار بار، أنت يوميا تغسل عن قدم أمك وأبيك وتطعم الوالد والوالدة وتنفق عليهم وتحملهم على رأسك و إلى النهاية، فإذا جاء دفنهم ها والله والله ستشعر أنك مقصر، فكيف بالمقصرين؟ نعم، من معي؟ ياسر تفضل. السلام عليكم.